واحد العدد ديال الناس كينفقوا اموال زائده 100% زائده، ولكن اقول في الوزري في الذنوب وليس في الاجر، في كفاله ايضا كيكفلوا شي حاجه، يكفلون شيئا مع الاسف. اعز الله ذكركم يكفلون الكلاب. الكلب من احق المخلوقات التي خلق الله جل وعلا، والانسان اعلى مخلوق خلقه الله عز وجل. خطير واحد المنطق اوروبي ما عندناش في الثقافه ديالنا المغربيه الاسلاميه بدا كيدخل كيقول لك انه يكفل حيوان احسن له من الانسان. هذا معنى خطير جدا. اذا ينقض كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه هذا هو المنطق النفعي، يظن بالكلب منفعه ينفعه ولا يظن بالانسان منفعه ينفعه. النفع الذي في الانسان لا تنتظره من الانسان، انتظره يا عبد الله من الله. والله عز وجل فضل الانسان على كل المخلوقات، قلت بما في ذلك الملائكه ان كان الانسان من الصالحين. يمشي الانسان الى احق المخلوقات يكفلها وينفق عليها النفقه العظمى والعليا من الاكل والشرب والتطبيب والتنظيف. شيء غريب جدا حقيقة. هذا منطق مع الأسف سيء جدا، والمؤسف أيضا أن هذه الظاهرة بدأت تتسع، كانت محصورة في واحد شريحة معينة من المجتمع، الآن صارت عند كثير كثير من الناس، من الذكران والإناث، من الكبار والصغار، يعني من الناس يعني الكبار في السن ومن الأطفال أيضا. وإلى عهد قريب كان المجتمع ديال المسلمين لا يتخذ منه أو فيه الكلاب إلا الأطفال. الآن كتلقى ناس يعني شيوخ في الكهولة من الرجال والنساء يعني يسوس كلبا في الشارع أو في حديقة ويقوم بشغله. داك الشيء اللي خص يدير الإنسان الطفل من الأشياء ديال التنظيف في مرحلة الرضاعة يصنعه مع الأسف على كبار سنه وضخامة جسمه لحيوان من بهيمة. حقيقة يعني مشكل. والرسول عليه الصلاة والسلام بين شأن الكلاب وأنها مما تطرد الملائكة من المكان، بيتا كان أو أي شيء، المكان الذي توجد به كلاب لا تدخله الملائكة إطلاقا. وقد تواتر هذا المعنى من رسول الله. هذا معنى كبير. ما معنى كبير؟ يعني من حيث الثبوت ديالو راه ماشي غير صحيح، راه في البخاري ومسلم، في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وفي المسانيد، في كل كتب الحديث يوجد هذا الحديث بصيغ مختلفة وعن عدد كبير من الصحابة تواتر، بمعنى انه شي حاجة اللي ما بقيش محتاج ليها عاد نقلب ليها السند والصحيح ولا ما صحيح شيء، بحال الشتي اللي طاحت تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يهطل المطر، فرواه جم غفير من الصحابة بصيغ مختلفة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلب صيد أو ماشية أو صورة. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطا. الحديث قلت رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يعني كل يوم انت كتربي في هذاك الكلب كل يوم كيمشي لك من الاجر ديالك قيراط. انت تصلي يذهب اجر صلاتك، انت تصوم يذهب اجر صومك، يذهب به الكلب الذي ياكل رزقك وحسناتك. والقيراط ما القيراط؟ سال ابو هريره رضي الله عنه رسول الله يوما وكذلك عمر بن الخطاب، سولوا سيد النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له ما القيراط؟ قال القيراط مثل جبل احد. هذا يعني مكيال من مكاييل الاخره، يعني ذوك الكيلو ونص كيلو الموازين ديال الاخره. هذا الميزان ديالو او هذا العبار هذا بحال الجبل ديال احد، يعني كجبل من اضخم الجبال المغربيه للذي لم يسبق له ان راى جبل احد وهو ممتد على عرض المدينه المنوره. جبل كل يوم يديلك جبل قدو قداش من الحسنات. هذا الكلب الذي انت تؤكله وتكفله بدل نفس بشريه مع الاسف، هذا خطا كبير جدا.
ولذلك صح أيضا في الحديث أن الكلب أو أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة تمثيل أو تماثيل كما ورد في بعض الروايات. يعني البيت إذا فيه كلب انتهى أمر الملائكة، ما عندكش في الدار. اذكر الله ما شئت، اقرأ القرآن ما شئت، صلي ما شئت، بيتك تسكنه الشياطين، لأن أنفس الكلاب أنفس الكلاب جالبة للشيطان. ولذلك تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب جميعا، ثم نسخ ذلك في بعضها. وصح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في أطراف المدينة، كلف عدد ديال الصحابة يمشيو يدوروا في المدينة، المدينة المنورة في الدروبة والأطراف ديالها والجوانب ديالها، بقتل الكلاب جميعا. حتى كل بدوي الأعرابي يعني ولد البادية دايز وغادي تبعوا الكلب ويذهبوا الصحابة فيقتلونه ولا يبقون شيئا من ذلك. ثم قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف أن تقع إبادة شاملة ديال الكلاب، وتشوفوا الحس ديال التوازن البيئي يعني التوازن الإيكولوجي كما نسميه ذلك ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. يعني المقصود أنا بالقتل الإبادة النهائية، ولكن هاد الكلاب أمة يعني خلقهم الله كي يديو شي فائدة في الأرض، لكن ما خصهمش يكونوا مع بنادم، الإنسان ما يسكنوش معه. ولهذا إذا تكاثر وجود الكلاب في مدينة ما وجب على أهل تلك المدينة أن يبادروا بتنظيم حملة لتقليل، غاديش تكون الإبادة تامة ولكن تقليل من عدد الكلاب، لأن يعني الأذى صادر قطعا منهم في جميع الصور، يعني الأذى المادي المرضي والأذى الروحي. يعني حيت البيئة فيما مشيت هذا الدرب ما فيهش الملائكة، هذا الدار ما فيهش الملائكة، أين إذا يستقر المؤمن؟ أين يقرأ كتاب الله؟ أين يذكر ربه؟ صح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ساعة يأتيه فيها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار موعد مع سيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي وكبير الملائكة، هذا السيد ديال الملائكة، توعد معها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد الساعة معينة يجي عنده الدار. فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. جاء الموعد ما جاء جبريل عليه السلام، فاضطرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت بيده عصا فألقاها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع له واحد النوع ديال الاضطراب، يعني وقع له واحد النوع ديال الخوف من شيء، شد واحد العصا ورماها في الارض، وقال: لا يخلف الله وعده ورسله، لا يخلف الله وعده ورسله. يعني الله ما كيخلفش الميعاد، وكذلك الرسول ديال الله، والرسول ديال الله المقصود بهم هنا الملائكه وجبريل سيده. فماذا حصل؟ جبريل ما جاش، ما يمكنش، مستحيل ما يجيش جبريل. والذي افزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون صدر منه هو عليه الصلاه والسلام شيء حجب وصول جبريل. فالتفت رسول الله، دائما تتمة الحديث والحديث بطوله في مسلم، فالتفت رسول الله فإذا جرو كلبين تحت سريره، واحد الكليب صغير جرو كليب صغير تحت الفراش دياله، فإذا جرو كلبين تحت سريره قال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ قالت: والله ما دريت أنا، حتى هي عاد كتشوف هذيك الساعة، عاد كتشوف هذاك الكليب أو الجرو، والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فنزل جبريل. جبريل راه بيت تما وكان محجوبا من دخول البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل وعدتني ساعة فلم تأتي، فأتيت، أنا جيت وبقيت نتسناك، فأتيت وجلست لك يعني بقيت كنتسناك وجلست لك فلتأتي. قال: إنما منعني كلب عندك، فإنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة.